الهدف الأول، إهدار الهدف الأول لصالح فريق الرجاء عن طريق شطيبي. شطيبي كيسجل، لاحظوا الإعادة، ضربات الحظ كتبقى ضربات هي حالة فردية كتعتمد على النفسية أكثر والتركيز الذهني أكثر من اللاعب اللي مركز كثير، هو اللاعب اللي كتبان له أن الأمر كتبان له الأمطار الحقيقية ديال الملعب. إذا السعيدي قدم مباراة قوية، السعيدي في التنفيذ، السعيدي غادي يسدد وينفذ ضربة ترجيحية وكيسجل. السعيدي كيسجل، التعادل الآن 1-1. محسن متولي يتجه نحو نقطة الجزاء لتنفيذ الضربة الترجيحية الثانية أمام علي قروني. ضغط كبير على اللاعبين، على الحراس، على الجمهور، على المتتبعين، هذا أكيد، لأن الصورة واضحة، ضربات ترجيحية لا ترحم. متولي في التنفيذ أمام علي القروني، محسن متولي غادي ينفذ الضربة الترجيحية، محسن متولي كيسدد وكيسجل، كيسجل متولي، متولي كيسجل الضربة الترجيحية الثانية. لاحظوا رغم أن علي القروني اتجه باتجاه الكرة لكن كانت بعيدة. البقالي، البقالي في التنفيذ، كان البقالي أمام خالد العسكري، قدموا مجهودات كبيرة اللاعبين فريقي الحراس. هل ممكن نقول أن الضربات الترجيحية لمن ستبتسم من صاحب الحظ؟ ضربات الحظ البقالي في التنفيذ وكيسجل، كيسجل البقالي، البقالي يسجل 2-2. تعادل الآن، لاحظوا الإعادة، البقالي بطريقة جميلة. فيفيان مابيدي، فيفيان مابيدي في التنفيذ، تريكا الوسطى هو اللي غادي يسدد الضربة الترجيحية أمام علي القروني. فيفيان مابيدي أمام علي القروني، وعملية التنفيذ والصوب، كيسجل، كيسجل مابيدي 3-2. اتجه للكرة طرف فريق الجيش الملكي، تابعوا ضمن اللاعب، نشوف اللاعب اللي غادي يسدد الضربة الترجيحية الثالثة للجيش الملكي. إذا صاحب رقم 4 حمال، يونس حمال، حمال اكيد كان تدريب على الضربات الترجيحيه. هنا الكاس، كاس الاغلى، الكاس الفضيه، كاس العرش، كاس 55. يونس حمال في التنفيذ امام العسكري، جميله عمليه التنفيذ 3-3. قلت اكيد استعدوا الفريقين تلمسوا تنفيذ ضربات ترجيحيه. زابورسو التنفيذ، كان شويه كبير حتى تلمسوا ضربات ترجيحيه. حمزه بورسو اللي شفنا دخل المرفوض داعي التسلل، ينفذ الضربه الترجيحيه حمزه بورسو.
لاعب من طرف الوداد شباب المسيرة، كذلك المغرب الفاسي والألقاب في عملية التنفيذ أمام علي البروني، حارس مرمى فريق الجيش الملكي لتلق وفرصة وعملية التنفيذ والهدف، الهدف برصو يسجل فريق جميلة، حارس في جهة والكرة في جهة، اتجاه الكرة شوف واش اللاعب شاكير أم أو اللاعب كردي، عفوا كردي رجل اليسرى كردي، تنفيذ أمام العسكري كردي في تنفيذ غادي يسدد وكيسجل، كيسجل الكردي، كردي لاحظوا الإعادة، سير الصالحي في التنفيذ، ضربة الترجيحية كتبقى بطابع خاص حتى في هذه المقابلة، من بعد يغادر باش ما يعيش على أعصابه في هذه الدقائق المتبقية وفي هذه اللحظات المتبقية. ياسين الصالحي يدخل بديل، كيدخل الان منطقة العمليات من اجل تنفيذ الضربة الترجيحية، يدخل بديل محسن ياجور، ياسين الصالحي غادي ينفذ الضربة الترجيحية وكيسجل طريقة جميلة بكل هدوء، الصالحي سجل طريقة جميلة بكل هدوء، والقديوي هو اللي غادي ينفذ الكرة الخامسة، القديوي هو اللي غادي يلعب الكرة الخامسة عميد فريق الجيش الملكي، لاعب القديوي القديوي في عملية التنفيذ، كان نجم المقابلة بامتياز القديوي، الضربة الترجيحية الأخيرة للجيش الملكي أمام فريق الرجاء، القديوي أمام العسكري غادي ينفذ، تأكدت مقولة اللاعب المميز يضيع، والقديوي يضيع الهدف للضربة الترجيحية الخامسة، روح ريادية كبيرة من متولي واللاعب كروشي اتجاه القديوي، القديوي اللي صراحة لا أحد كان ينتظر السيناريو، اللاعب اللي كان مميز، اللاعب اللي كان الأبرز هو اللي كيضيع الضربة الترجيحية الخامسة والأخيرة، القديوي القديوي يضيع، وبالتالي فريق الرجاء يفوز باللقب السابع في مشواره على مستوى كأس العرش، سابع الألقاب لفريق الرجاء على مستوى كأس العرش، ومرة أخرى أمام فريق الجيش الملكي، وهو السابع أظن لمحمد فخير، جوج كلاعب، واحد كمدرب للرجاء، وثلاثة كمدرب لفريق الجيش الملكي. أفراح البعض على حساب أحزان البعض الآخر، هكذا هي الصورة، فرحة وهستيريا، كيف هي الأجواء في مقاهي البيضاء لعاشقي الأخضر الرجاوي في المملكة المغربية وخارج أرض الوطن. هنيئا لفريق الرجاء، مبروك لفريق الرجاء، هارد لك للكبير صاحب الإمتاع ومضيع الفرص العديدة وصاحب النجومية في اللقاء، نادي الجيش الملكي، وبالضبط للقديوي يوسف الذي كان المميز رغم تضييعه للضربة الترجيحية. غريب أمر وحال كرة القدم، كان مميزا وضيع في اخر المطاف، لا يجب ان يغضب عنه جماهير فريق الجيش الملكي. هنا فرحة فريق الرجاء، اول لقب لمحمد فخير بعد عودته للرجاء، اول لقب لمحمد مدريق الرئيس الشاب الذي غير عديد الاشياء وغير مجموعه من النقاط في تشكيله فريق الرجاء ومساره التسييري، هذا الرئيس الشاب الذي يحصل على اولى القابه كحتى الرؤساء الصغار الفائزين بلقب كاس العرش. اذا هنا سيسلم صاحب السمو الملكي الامير مولاي رشيد كاس العرش لعميد الفريق
عميد هنا قبل ذلك هنا لعميدة نادي شباب أطلس خنيفرة اللي فازت على شباب أطلس خنيفرة سيدات اللي فازت على نادي بلدية العيون في كأس العرب السيدات. إذن هنيئا لشباب أطلس خنيفرة بالتعادل 6-0. الضربات الترجيحية كانت 6-5. الآن الرباطي وثالث كأس له، ثالث كأس له يتسلمها من صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كأس العرش الغالية السابعة على الرجاء اللي ينفرد في المركز الثالث في ترتيب الأندية الفائزة بالكأس. إذا هنا صورة تذكارية للفوز بالكأس. كذلك رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الفيري يحيي الفاز الفيري، يحيي كذلك محمد مدرك رئيس فريق الرجاء. احتفالية وهستيريا صلاح الدين بصير كذلك أمامنا على الصورة اللي فاز باللقب كلاعب اليوم كمسير رفقة هذا المكتب، رفقة الأخضر النصر الرجاوي العالمي الذي يحلق اليوم في سماء العاصمة الرباط بهذا الكأس الغالية رقم 55 بالنسخة 55 السابعة للرجاء. إذا هنيئا للرجاء، هنيئا للجماهير الأخضر. النسخة 34 من البطولة الإفريقية للأندية.